المورد الثاني الذي عبر عن الرواية، إذا أولا التعبير الأول لم يقل العلامة الألباني أن الرواية صحيحة، وإنما قال الرواية ماذا؟ معضلة. حسنة. نعم. حسنة، لا لا معضلة ما تقويها ما. بل حسن. نعم. جيد. المورد الثاني الذي أشار إليه هو ما ورد في صحيح الجامع الصغير لتأليف محمد ناصر الدين الألباني الجزء الأول صفحة 615. نعم. رقم الحديث 3232. قال خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. هيا رواية، رواية ابن عباس. نعم. أو رواية أبي هريرة. أبي هريرة. أحسنتم، الآن قرأنا ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، هذه الرواية ليست هي الواردة عن ابن عباس التي فيها إسماعيل بن أبي أويس. نعم. هي رواية أبي هريرة التي فيها صالح بن موسى الطلحي. نعم. والألباني نسبها لابن عباس. والذي هو اتفقت الكلمة على أنه متروك الحديث. حديث. نعم. وإذا كان الأمر كذلك يقول الألباني صحيح، لم يجد بدا من التصحيح. خب هذه الرواية لو لم يكن فيها كما فعل في مشكات المصابيح، لم يرد فيها ولن يتفرقا، كنت أقول ده يشير إلى ماذا؟ رواية ابن عباس. نعم. ولكن عندما قال ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فده يشير إلى رواية من؟ أبي هريرة. رواية أبي هريرة التي فيها صالح بن موسى الطلحي، وهو ملتفت إلى ذلك، ولذا ينقلها. يقول أبو بكر الشافعي في الغيلانيات عن أبي هريرة. أحسن. إذن الرواية هذه مو المنقولة عن ابن عباس، وإنما هي المنقولة عن من؟ عن أبي هريرة. عن أبي هريرة. والرواية المنقولة عن أبي هريرة في سندها صالح بن موسى الطلحي، وهو متفق على أنه متروك الحديث وأنه لا يحتج بكلامه. وأنت عندما تراجع الغيلانيات تجد هذا المعنى بشكل واضح وصريح. هذا كتاب الفوائد الشهير بالغيلانيات للحافظ أبي بكر ابن إبراهيم الشافعي المتوفى سنة 354 من الهجرة. عندما راجعنا الرواية، التفتوا جيدا، الرواية حدثنا في أي صفحة؟ صفحة 510. نعم. الرواية 632. حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن 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 عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. في الحاشية يقول إسناده ضعيف جدا، فيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك. ومع ذلك يقول العلامة الألباني ماذا؟ صحيح. صحيح. هسه لماذا يقول صحيح؟ لابد أن نعرف السر، مع أنه أنا لا أتصور أن الألباني خفي عليه أن هذا النص هو لأبي هريرة. نعم. وليس لابن عباس. صرح بأنه عن أبي هريرة. أحسنتم، عن أبي هريرة. وسند أبي هريرة فيه ماذا؟ الطلحي. فيه الطلحي، والطلحي متروك الحديث. إذا لماذا عبر عنه صحيح؟ هذا بحثه إن شاء الله، الله. لابد أن نتعرف على السر. نعم. المورد الثالث الذي لابد أن أشير إليه وصحح فيه الحديث العلامة الألباني. نعم. هو ما ورد في صحيح الترغيب والترهيب تأليف محمد ناصر الألباني. أتمم دكتور لو؟ نعم، إذا تسمحوا نذهب إلى فاصل. جيد. أحسنتم. نعم. إذن المشاهدين الكرام، فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا. مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد، ومرحبا بسماحة السيد. وقبل أن نبدأ مع سماحة السيد، أخبرنا الأخ المخرج أن نلفت انتباه المشاهدين الكرام إلى أنه يوجد بعض الانقطاع في بداية البرنامج لوقت قليل، ولكنه إن شاء الله تعالى سيعاد غدا في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران بصورة تامة. والحمد لله أنه يعني هذا الحذف أو هذا الذي سقط من البث لم يكن ضمن الموضوع الذي دخلنا فيه. أرحب بكم سماحة السيد مرة أخرى. حياكم الله. توقفتم قبل الفاصل. إذن إلى هنا أحسنتم. إلى هنا الألباني قال في مشكات المصابيح أنه ورد بسند حسن عن ابن عباس،
وقال في صحيح الجامع الصغير أنه صحيح، وإن كان ذكر أنه عن أبي هريرة في الغيلانيات كما أشرنا. المورد الثالث الذي صحح فيه الحديث وذكره بشكل واضح قال صحيح، وعنه أيضا يعني ابن عباس أن رسول الله خطب الناس في حجة الوداع فقال إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك، فاحذروا إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. قال صحيح. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت في صفحة 124، قال صحيح. إذن هذه موارد ثلاثة صحح فيها الألباني الحديث. في مشكاة المصابيح قال بسند حسن عن ابن عباس، وفي جامع الصغير صحيح الجامع الصغير قال صحيح وإن كان عن أبي هريرة، وهنا في صحيح الترغيب والترهيب قال ماذا؟ صحيح. عن ابن عباس صحيح. السؤال المطروح أنه كيف أن الألباني صحح هذا السند مع أنه ورد فيه إسماعيل ابن أبي أويس؟ وقع عن هذه قضية، وأنا لا أتصور أن علم أمثال من مثل الألباني لم يكن ملتفتا أن إسماعيل ابن أبي أويس لا أقل ورد فيه جرح شديد. في الواقع عندما نراجع كتب الجرح والتعديل والتي كتبت في هذا المجال في ترجمة إسماعيل ابن أبي أويس نجد أن هناك بعض الكلمات وردت في تعديل هذا الرجل وفي توثيق هذا الرجل، في مقابل ماذا؟ في مقابل كلمات أكبر وأعظم وأكثر وأشد في تضعيف ماذا؟ في تضعيف إسماعيل بن أبي أويس. يعني بعبارة أخرى عندما نراجع الكلمات نجد أنه يوجد ماذا؟ اتجاه يرى أنه ثقة أو لا بأس به، واتجاه يرى أنه ضعيف بل كذاب بل سارق إلى غير ذلك. إذن الآن أنا أشير إلى هذه الكلمات بالإجمال لنرى أن الألباني لماذا قدم النصوص الدالة على التعديل على التجريح وعلى الجرح في إسماعيل بن أبي أويس. طيب. فإذا تم هذا التقديم عند ذلك تكون الرواية ماذا؟ إما حسنة وإما ماذا؟ صحيحة. إما صحيحة السند إذا تقدم التعديل على التجريح، وإما لا أقل تكون حسنة يمكن الاحتجاج بها. طيب. تعالوا معنا إلى كتاب تهذيب التهذيب للحافظ العسقلاني الجزء الأول في ترجمة إسماعيل ابن أبي أويس في صفحة بودي أن المشاهد الكريم يلتفت في صفحة 157، إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي إلى أن يقول. من عدله؟ بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. عدله أحمد، قال أبو طالب عن أحمد لا بأس به، لم يقل ثقة ولكن قال ماذا؟ لا بأس به. وكذا قال عثمان الدارمي عن ابن معين بعد، وقال ابن أبي خيثمة عنه صدوق ضعيف العقل. هذا فيما يتعلق بتعديل إسماعيل ابن أبي أويس. أما فيما يتعلق بتجريحه وجرحه وتضعيفه انظروا إلى الكلمات الواردة فيه. أولا عبر عنه أنه يسرق الحديث، التفتوا إلى العبارة، قال عن أحمد بن أبي يحيى عن ابن معين ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث. وقال ابن إبراهيم بن الجنيد يكذب ليس بشيء. وهنا لابد أن يعلم المشاهد الكريم أعلى درجات الجرح إذا ثبت أن الراوي ماذا؟ يكذب. كذاب يكذب. هاي أعلى درجات ماذا؟
وفوقه أعلى درجات أن يثبت أنه هو الظاهر ويسرق. نعم أحسنتم.